هي مباراة مهمة ومباراة مثيرة وحلوة بنفس الوقت. توج من خلالها نادي القادسية بلقب البطولة وبفارق هدف واحد، وهذا الشيء يدل على إثارتها. تقرير زميل حسن عطية. في تظاهرة جماهيرية رائعة أعادت للأذهان نهائي الدوري في الموسم الحالي، عندما اكتظت مدرجات مجمع الشهيد فادي أحمد لكرة اليد بالجماهير الرياضية التي عادت هذه المرة لتساند فريقين مختلفين على نهائي كأس الاتحاد. نهائي هذه البطولة جمع فريقين ليس غريبين على البطولات، وهما فريق القادسية الذي انتفض انتفاضة كبيرة منذ بداية البطولة وحتى اليوم الأخير، وبمساندة جماهيرية أعطته الدافع للظهور بهذا المظهر الرائع. الطرف الآخر كان فريقا لا يقل سمعة وأفضلية عن نظيره الأصفر، وهو فريق الصليبخات صاحب الإنجازات والبطولات. ومع انطلاقة صافرة الحكم السلوفيني معلنة بداية المباراة، لم تتوقع الجماهير المتابعة وخصوصا جماهير الفريق الأحمر أن يتخلف الصليبخات بهذا الشكل وبهذه النتيجة، حيث ظهر الأصفر متماسك الخطوط وصلب الدفاع، وساعده في هذا التقدم وجود حارس المرمى المتألق حمد الرشيدي، بعكس فريق الصليبخات الذي كان تائها ومتفكك الصفوف حتى الدقيقة 20 بعدما نظم الأحمر صفوفه وعاد لأجواء المباراة. واستطاع لاعبو الخبرة فيصل وحسين صيوان وعثم الرشيدي من احتواء الروح العالية للأصفر، وتمكن فريق الصليبخات من تقليص الفارق لهدفين في نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم قد ساوي وبنتيجة 14 مقابل 12 هدفا. ومع بداية الشوط الثاني ظهر أن فريق الصليبخات قد أخذ شحنة معنوية في الاستراحة ما بين الشوطين، وتبين ذلك سريعا بعد التعادل الذي حققه فريق الصليبخات في أول دقيقتين من الشوط الثاني، إلا أن القادسية عاد بعد ذلك ليستغل إيقاف فيصل سيوان لدقيقتين، واستغل ذلك خير استغلال للتقدم مرة أخرى وتوسيع الفارق إلى 5 أهداف. ولكن فريق الصليبخات صاحب الخبرة عاد وكرر سيناريو الشوط الأول، حيث تمكن من الوصول بصعوبة إلى تعادل ثمين حافظ عليه حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة. وفي الشوطين الإضافيين تكرر ذات السيناريو حينما تقدم الأصفر حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ولكن عادت خبرة الصليبخات لتحقق التعادل الذي استمر حتى الثواني الأخيرة ليباغت عبد الله الحداد لاعب القادسية الجميع ويصوب كرة قاتلة سكنت الشباك وفجرت الفرحة في أرجاء صالة مركز الشهيد فهد الأحمد، ليعلن القادسية نفسه بطلا عن جدارة واستحقاق لبطولة كأس الاتحاد لكرة اليد بعد فوزه على الصليبخات بنتيجة 31 هدفا مقابل 30. وفي نهاية المباراة ونهاية الموسم الرياضي، قام السيد ناصر صالح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد والسيد عبد الواحد خليل نائب رئيس الاتحاد بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة. والله أنا يعني أشكر الجمهور اللي حضر وأشكر فريقي، أنتوا شفتوه يعني أمانة فريقي قاعد يلعب مع 7 لاعبين وحكام الفين، وأنتوا شفتوا من أول شوط أوصل للنهاية أتعادل معهم لازم يرجعونها، وآخر لعبة اللي سحبها جدا أنتم بتلفون، بس هذه بطولة يستاهل اللي فازوا، يستاهلون نادي القادسية. لك كابتن، وقاعد نفكر حنا حق بطولة آسيا الحين إن شاء الله. والله أنا أعتقد يعني البداية السيئة اللي كانت لنا هي يعني سبب الخسارة، والدليل إن أنت لو تلاحظ إن في أوقات الوقت اللي إحنا المفروض نجيب لاعبين الخبرة هم اللي ضيعوا الكرة، فأعتقد إن اللاعبين بذلوا مجهود من الشوط الأول إن يرجعون النتيجة، وهذا حل الكرة يعني واحد يتوفق والثاني ما يتوفق والوضع طبيعي. إحنا أهم شيء يعني أهم شيء إحنا بفريقنا إن إحنا نكون راضيين عن نفسنا وما نحس إن في حكم ظلمنا، بالعكس اليوم الحكام فوق وممتاز صراحة. صحيح إن أنت نرفز إن هذا طبيعي كرة يد احتكاك تنرفز، بس والله مستواهم فوق ممتاز، وانا احب ابارك القادسية اللي كان افضل من المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الف الحمد لله والشكر على المباراة، طبعا الفوز يا هذا جماهيرها اللي جابته، جماهيرها اللي جابته، طبعا مباراة كبيرة فريق الصليبخات فريق كبير وعنده خبرة لاعبينه كلهم عمالقة صراحة واكثر بالمنتخب، لكن الحمد لله وقت الجمهور معنا روح قوية كانت في الملعب، ذبحة الحارس حمد شباب كلهم ما قصروا صراحة، هذا الحمد لله توفيق من رب العالمين. شفت اخر جول جبناه الحمد لله توفيق من رب العالمين. انهلكنا لعبنا مباراة يعني احنا مجموعتنا اصعب مجموعة بالكاس، لعبنا مع العربي كورة سالمية
كويت صلاب يخاف، صلاب يخاف لعبة واحدة، كويت طالع باي الحمد لله، يعني تعبنا حيل وياين الجدية ودفاعنا كان قوي. تصويبات عبد الله، انا اليوم ما سويت شيء. بسم الله الرحمن، اول شيء اقول مبروك النادي القادسية وهارديك نادي صيف خاص. القادسية لعب مباراة افضل منه، من بداية المباراة كان افضل، مسيطر على مجريات المباراة كلها، ما لعبنا بالمستوى، وهذا نهاية موسم اكيد اللياقة راح تنزل، والقادسية لعب مباراة افضل منه ويستاهل، واقول لهم مبروكين. الحمد لله ما قصر، في النهاية القادسية هو اللي خذ الكاس الحمد لله، وان شاء الله الاسيوية ناخذها على صليبي خات باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ما في شك ان الحكام الاجانب اعطوا يعني طابع جيد للمباريات، خاصه في مباريات المربع الذهبي، وارتقوا في مستوى اللعبه فنيا، وهذا شيء طبعا احنا ننشده. ليش؟ لان مع الاسف شويه احنا عندنا لاعبين عندهم نوع من الحساسيه ان حكام الكويتيين ضدهم، فما احنا عارفين من ارضي، فبالعكس هذه كانت خطوه والحمد لله توفق فيها، وظهر ما ظهر من خلالها، يعني الصراحه هذا شيء ان شاء الله راح نستمر عليه في المستقبل طول ما انه هو يرضي الجميع ويبعدنا عن المشاكل، فان شاء الله هم نتعب نخسر شويه فلوس، لكن رضانا لجماهيرنا ولانديتنا كلها ان شاء الله، وثانيا مفيد حق مستوى اللعبه ورفع مستوى الفني، والحمد لله والشكر لله. يعني مباراة كبيرة قدمها فريق القادسية والصليبي خات في نهائي كأس الاتحاد لكرة اليد، وانتهت بفوز قدساوي مستحق، وتعتبر هذه المباراة ربما للفريقين هي بروفة للبطولة الآسيوية القادمة التي سيشارك بها الفريقان، على أمل أن يقدم مستوى يليق بسمعة الكرة، كرة اليد الكويتية. حسن عطية من مركز الشهيد فهد الأحمد لكرة اليد كافي رياض. صالح عبد الله، الله الله، يعني لا يعرف اليأس، لا يعرف اليأس، ويقاتل لآخر ثواني. الحداد الحداد.